قد يكون هذان الرجلان في نفس الحملة الانتخابية، لكنهما ليسا من أفضل الأصدقاء. فناوتو كان رئيس الوزراء الياباني الحالي يتنافس مع إيتشيرو أوزاوا، الرجل الذي أدار فوز الحزب الديمقراطي الياباني على خصومه المحافظين العام الماضي. وناوتو كان يعي تماما أن سوق العمل الذي عانى بسبب هشاشة الاقتصاد بحاجة لأن ينتعش مجددا. برأيي هناك ثلاث نقاط رئيسية لانتعاش الاقتصاد الياباني: أولا الوظائف، ثانيا الوظائف، وثالثا الوظائف. إيتشيرو أوزاوا يعد بتمويل لمساعدة العائلات، رغم أن الدين العام في اليابان هو الأعلى من بين الدول الصناعية، وهدفه الأول هم البيروقراطيون الذين يقولوا إنهم ما زالوا يديرون البلاد. اتخذ القرار بتخفيض الميزانية بنسبة 10%، وهذه أساليب تم توارثها عن المحافظين، والأمور لم تتغير، ما زال البيروقراطيون هم الذين يقررون. محاولة استيلاء إيتشيرو أوزاوا على الزعامة تعتبر انتقاما من قبل هذا الشخص النافذ في الحزب الديمقراطي الياباني، فهو وبسبب دوره في فضائح فساد أجبره ناوتو كان على ترك منصب الأمين العام قبل أشهر قليلة. والعديد من أعضاء البرلمان الياباني يدعمون محاولة أوزاوا، لكن الاستطلاعات تشير إلى أنه أدنى شعبية من كان. بالنسبة للعديد من المصادر الإعلامية، أوزاوا هو بالتأكيد سياسي قوي، لكنه قد يكون أقوى على دخول السلطة من البقاء في السلطة ورسم السياسات التي ستسمح لليابان بالنمو. زعيم جديد بالانتظار بعد 5 أشخاص تعاقبوا على منصب رئاسة الحكومة اليابانية في 4 سنوات.